الدخيلة في هذا هل اليوم حكومة طالبان قادرة على طمأنة دول الجوار جميعها فيما يتعلق بالناحية الأمنية والاستقرار الأمني المؤدي إلى العلاقات الاقتصادية القوية والمتطورة مع الزمن؟ أنا أعتقد هذه من الميزات الحكومة الأفغانية الجديدة، مع أنها يعني مضغوطة من قبل المجتمع الدولي ومتروكة تركا تاما من قبل المجتمع الدولي، ولكن لقد تمكنت في مدة سنة كاملة أن تدير قضية الأمن أفغانستان وقضية الاستقرار في أفغانستان، مع أن هناك يعني محاولات كبيرة جدا من قبل بعض المخابرات المنطقة والدول المختلفة تريدون أن تضغط على حركة طالبان والحكومة الأفغانية الجديدة، ولكن أنا أعتقد أن الأمن والاستقرار تعتبر من أهم الميزات التي تتمتع بها الحكومة الأفغانية الجديدة، وهذا الذي نحن نرى بأعيننا حاليا في أفغانستان. هل سيكون هناك سيد تتمتع بالأجواء الأمنية والاستقرار؟